صور عيلتكم حلوه قوي، فظيعه فظيعه. عارف بتفكرني بايه؟ ايه؟ بتفكرني بالقطيع. وانتوا برضو صور عيلتكم جميله، فظيعه فظيعه فظيعه. عارفه بتفكرني بايه؟ ايه؟ عارفه الشراب المقطوع اللي كان ضاع مني من فتره طويله كده؟ ماله؟ مش لقيته امبارح الحمد لله. لقيته. ومين ده يا بابا؟ ده ايه ده؟ الصوره دي ايه اللي جابها هنا؟ انا كل ما ارميها ترجع لي تاني ولا ايه؟ يا سناء ازيك؟ الحمد لله كويسة يا حبيبتي. الصورة دي بتاعت بابا وهو صغير لما كان بيستحمى في النافورة بتاعت الحديقة الدولية. طب يا بابا، هو انت ليه كنت بتستحمى قدام الناس كده؟ لا يا حبيبتي، انا كنت بوري يعني الاطفال ان الحمى دي حاجة كويسة جدا، لان انا كنت قدوة بالنسبة للاطفال كلهم يعني. طب ما تاخدنا انا وماما نروح نستحمى هناك؟ لا، ماما ممكن يجيلها برد من الحديقة الدولية. عادل، مين ده يا عادل اللي ماسك عصايه ده؟ ياه، دي كانت ايام. ده جدي، وكان على طول بيضربني بس انا ما كنتش بسكت له. يا سلام، كنت بتعمل له ايه بقى؟ كنت بجري منه على طول. الله يرحمه بقى. الله يرحمه، ده ايه؟ ربنا يديله الصحه وطوله العمر. يا سلام يا سلام، ده عامل زي الفرس الرماح. فرس رماح ايه؟ هو لسه عايش؟ امال بقاله فتره طويله ما رنليش يعني. معلش يا حبيبي، ما انت عارف ان هو بيتنقل من بلد لبلد، وبقاله 5 سنين دلوقتي في المغرب، والدقيقه غاليه موت. دي غاليه ايه؟ ده كان بيرنل انا اللي كنت بكلمه يعني. دقيقتي يا ماما. ماما، هو ليه جده مش عايش معي؟ بكره براءه الاطفال، بكرهها. اهلا وسهلا بيه حبيبتي في اي وقت. اهلا وسهلا بيه فين؟ يعني هتديني نص السرير بتاعك ولا ايه؟ جراي عادل، هو جدي ولا جدك؟ اهو نفرشته في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ يا حبيبتي يا بواقي الاطباق انتي؟ ده انا ابويا بيشتغل بقاله 55 سنة بره، يعني يوزننا كده ذهب. يوزننا ذهب؟ الا ما شفنا منه ربع كيلو ذهب، تمن كيلو ذهب. هو بس يا ماما كلامه خلاص، ولا هو زعلان منك مثلا وبيعاقبك؟ ابويا عمره ما قصر معايا، ده دخلني مدرسة الابجدية بنات، احسن مدرسة في الكفر. قصدك بقى الابجدية حروف مش بنات يعني. لعلمك بقى، جدنا ده كان بخيل جلدة، ده على كده عنده ملايين مولفة. فعلا ملايين مولفة على بعض، يعني تلاقي الجنيه مولف عن نص جنيه، ويعني مثلا الجنيه عمره ما يقول النص جنيه يا نص جنيه يا مهربد، ولا مثلا نص جنيه يقول للجنيه ايه اللي مالكش قيمة. لا 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 لا، ملايين مولفة على بعض، مش كده ولا ايه؟ بتقوله ده، انا اقصد اقول ان هو حلو كده وماسك نفسه، يعني انا اقصد اقول ان في الصوره اللي انا اديتها لك دي كان عمرك 12 سنه وهو كان شكله كبير، معناها ان هو دلوقتي معدي السن يعني وبقاله خطوه و... انت قصدك ان فاضله سلمه يعني. يا رب يا رب ابني له دور زياده في الجنه ان شاء الله يا رب يا ماما. وانا حاسه ان جدي تعب من السلم وتعب من هنا ومحتاج يريح شويه هناك. يا حبيبي يا بابي، يا رب يديك الصحة وطولة العمر ياللي ماليش غيرك في الدنيا. ما هو واضح اهو يا ماما ان ربنا مديله الصحة، احنا عيلة معمرة، واضح انها بتعيش لأتفه الأسباب. المهم يعيش براحته ان شاء الله يعني، وربنا يديله الصحة وطولة العمر وكل حاجة، بس يعيش مستقل يعني بعيد عننا يعني. تفتكر انه هيعيش في الزريبة دي؟ ده لو بابي جه، لو جه مش هيقعد هنا ابدا. لا لا لا، ده هيبني له قصر زي بتاع فيلم العار كده. أنا ما بحبش الفيلم ده، الإخوات بيتخانقوا فيه بسبب رؤى. لا، هما ما اتخانقوش بسبب رؤى، هما اتخانقوا بسبب إن حسين فهمي ما كانش عايز ينزل المية بالليل لو تفتكروا الفيلم يعني، وكان بردان وجات له رعشة كده أهو، وخايف بقى تقريبا من اللي هو الأسماك المتوحشة اللي في المية، مع إن ما فيش أسماك متوحشة يعني في اسكندرية خالص يعني. وبعدين السباحة، هو كمان أكيد ما كانش بيعرف يعوم كويس، عشان كده يا ياسمين بقول لك لازم تهتمي بدروس السباحة. يعني هشترك لي في النادي؟ ها؟ هشترك لي في النادي؟ هو انتوا طابخين ايه النهارده بقى يا ماما؟ انا مش شامم ريحه شياط ولا حاجه النهارده يعني. بابا، هتشترك لي في النادي؟ يا ياسمين، ما انا اشتركت لك في المدرسه، انت عايزه اشتراكات وخلاص؟ هتعملي ايه بكم الاشتراكات والكرنيهات اللي هتمشي بيها في الشوارع دي؟ ما فيش اشتراك في نوادي، هو المدرسه كفايه كده. يا حبيبي يا بابي. ماما، الطفله المعجزه. السلام عليكم. اهلا
عليكم بالسلامة يا دولة. يلا ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم جالك جواب يا دولة. يا سلام، جواب بيزغزغك قوي يعني يخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقرا دلوقتي وتعرف وتعرف. ولا رمزي، انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه يا دولة عادي يا عم، وبعدين مش انا هنا هو يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة يعني بمثابة يا عم، يعني كأن مش شيئاً لم يكن يعني. اقرا يا دولة، اقرا وهتعرف دلوقتي. اقرا واعرف ولا، أنت عرفت الكلمة دي وما دام أنت بتقول لي اقرا وهتعرف يبقى أنت أكيد قريت، أنت قريت الجواب ده يا رمزي. يا دولة، يا دولة وربنا ما قريته يا عم، أنا سمعته بس. سمعتوا ايه؟ هو سيدي مبعوك جوه؟ لا يالا ولا، انت مدام ضحكت او كده يبقى اكيد الجواب ده فيه حاجة ازية ليا صح؟ صح ان شاء الله. صح صح ان شاء الله. في ايه يالا؟ في ايه؟ يا دولة بقى بص، لو مكسل تقراه يا عم هروح ابعت للواد فتلة يجي يقراهولك، ده هو قراه زي البرابانت في القهوة قدام الناس كلها دولة، والناس قعدت تسقف وتضحك، ده انا سايبهم بيضحكوا دلوقتي على القهوة. يخرب بيتك، انت بتخلي جوابات الشخصية تتقري في القهوة يالا، انت اتجننت. طب وايه يعني يا دولة؟ عادي يا عم، ما الواد فتلة وحتة صبيان المعلمين كلهم بيقعدوا على القهوة ويقعدوا يشتموا بقى المعلمين ويقعدوا، امال يعني المعلم اوانطة؟ لا ده لازم يتشتم يا دولة ويتقطع فروته. وبعدين انت يا دولة سيد المعلمين. يا سلام، بتشتمني وبتثبتني في نفس الوقت، يا ده ايه الحلاوة ده؟ انا هبهدلك النهارده، اصبر اصبر. يا دولة بقى والنبي بقى ما تقطعش عليا ضحك يا عم بقى، اقعد اقعد يلا اقعد اقرا كده وتسمعني علشان اقعد اضحك. ويا دولة والنبي ركز شوية على الكوبليه اللي هو بتاع وسأأتي قريبا. سأأتي قريبا بتضحكك. يلا يلا قول يلا اطلع بره، يلا اطلع بره. ماشي ماشي، انا افرجك ان ما ربيتك يا رمزي. ماشي يا دولة، انا الحمد لله بقى ان انا صورت 50 نسخة 49 نسخة وزعتهم على القهوة على الناس والبازارات، ومعايا نسخة متشفرة يا دولة. اطلع بره بره. استغفر الله العظيم. وسأأتي قريبا. ماشي يا رمزي ماشي. يا نهار اسود، سأأتي قريبا، سأأتي قريبا. بابي جاي، الحمد لله، سندي وعزوتي جاي. عارفة يا ياسمين بابي جاي؟ ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجة حلوة يعني يا ماما؟ لا لا، هيجيب لك شوية بنجر بتينو من البلد دي. فشارتي اللي من غير بابي. الحقوني يا قلبي، انا حاسة باليتم، انا يتيمة. ايه يا ستي في ايه؟ يتيمة انت؟ لا تكتشف النهاردة انك يتيمة، الله يرحمهم دول ماتوا من زمان جدا، وبعدين حاسة باليتم اوديك ملجأ يربوك خلاص. وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد، الشقة كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوة ماليش دعوة، السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ اما انا قريته لكم 100 مره اهو اهو، ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتوره التحاليل. حاضر. بص بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي، تركب ازاي دي؟ اهي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جاي اعيش هنا، اعيش معاكوا في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شريهوله بفلوسي لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. لا بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي بقى اكتر كلمه مضايقاني. سأأتي قريبا، ابعتولي العنوان، المحب لكم دائما جد رواش.
ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان، بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، او ممكن نتوهه او نبعتله العنوان غلط، بس ده يبقى كذب والكذب حرام. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا بابا بابا، مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كذب ابيض؟ كذب الابيض، وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كذب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده، وفي كذب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جه ده ولاده ولاده التربيه. ماشي. ايه ده، هو انا قلت حاجه؟ بس يا بنت بلاش قله ادب. شرب انعام، شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على قربيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما، حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايد وخلع لك سنتين، جايه النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، بنقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد، ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى يا ماما؟ هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه يا جماعه، انا جالي الحل. خالتي سميحه بتاعت امبابه دلوقتي هي قاعده لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا، بيحبني انا اكتر منها يا ماما. اسره بيحبكم انتوا الاثنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحه بتاعت امبابه، يجي هو من المغرب على خالتي سميحه ويقعد عندها هناك وما يجيلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمه وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقه دي. وات بابي؟ بلديو بياش، اقول اسمها بابي. وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه يا جماعه، لو سمحتوا لو سمحتوا، يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض؟ كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله. نسايبنا نقعد مع نسايبنا؟ مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي، يعني بصوا مش ناقصين مشاكل بينكم من بعضيكم. كفايه المصيبه اللي جيالي، كفايه المصيبه اللي جيالي. رانيا رانيا رانيا، هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ ايوه عادل، وسيبنا نايم من فضلك. بس خالتي سميحه دي اصلا مش سهله خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 ورثتهم بوحشيه. بس يا عادل عايز انام. طيب بس ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكره بقى نبقى نتكلم في الحكايه دي. عادل عادل عادل، انت قلت ايه؟ قبل التشخير، الكوبليه اللي قبل التشخير، تضحك عليه وتاخد الورث؟ هو راجل جدك ده غني للدرجه دي؟ راجل عمره يجي 100 سنه، وفي الحقيقة العلمية مفيش إنسان باستطاعته أن يعدي حاجز 100 سنة في الحقبة التاريخية الحالية. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا نعام. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. أيوة عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالته. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيده. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجع. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي، انت يا زفت يا رمزي. نعم دولة.
خد شدلي التلغراف ده. لا يا دول انا مش هقدر اشد يا عم، بص انا دراعي خدلان من ليله امبارح من شيل التماثيل يا دول، وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي، رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجدي. يلا. حاضر يا دول. دولا هو قال لجدك دون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كم سنه دولا؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحة يعمل له من 65 لـ90 سنة. طب دولا هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجيله يعني. مين بقى اللي هيجيله؟ رمزي انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دولا اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجة، ولا حاجة مصبرين عليك. اطلع برا يا رمزي، اطلع برا، ابعد عن وشي، اطلع برا. طيب يا عم بقى خلاص. دولا هو جدك رواش دون يعني لما هو بعت لك الجواب على البازار هنا على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب امال هيسكن فين؟ طيب انت مالك؟ اطلع بره، اطلع بره. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجه. سأتي قريبا، سأتي قريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا ازاي اوافق ان كنت تطوقوا بابي؟ يا ماما احنا عارفين ان انت ما وافقتيش ولا حاجه يا ماما. بس سيباكوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ماما يعني احنا سيبناه يبات في الشارع؟ ما هو بقت عند خالتي سميحه في شقتها الشرحه السرحه البرحه دي من وسعها يا ماما، يلعب فيها كوره ويقسم ويبازي ويلعب ماتش كوره هو واصحابه. في اصلا واحد عمره عدى ال 100 سنه بيلعب كوره اصلا؟ انتي اصلا ما تعرفيش جدي ده. بصي جدي ده فظيع، بيلعب كوره وبيلعب كره سله وبيلعب كره باسكت، فظيع فظيع فظيع. غير بقى الايقاع المائي، غير الباليه المائي، غير الجمباز، غير السباحه العاديه. طبعا دي انشطه كتير جدا. ماما 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 على فكره انت مش زعلانه عشان احنا ادينا جدي عنوان غلط؟ لا انت زعلانه عشان ادينا له عنوان خالتي، لان انت اصلا ما بتحبيش خالتي وفي مشاكل بينكوا. صح صح يا ماما، حتى بالامامه ما بتكلميش خالتي بقالك 25 سنه. عشان خدت السلسله القلب ام فصين اللي امي اشتريتها لي. قلب وفص ايه يا ماما؟ دي 18 جنيه وفالصو. وبالمناسبه السعيده دي عملت لكم عصير برتقال بالحبيبات فظيع فظيع فظيع، بس صبيت كوبايه واحده ليا. دولا حبيبي حبيب قلبي، ازيك يا دولا؟ يا الواحد تعب من طلوع السلم، ازيك يا دولا؟ انت ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه عصير يا دولا. لا يلا اللي في ايدك الثانيه يا غبي. لا يا دولا دي بقى الشنطه الصغيره اللي جدك رواش قال لي خد طلعها يا دي رمزي، وانا هطلع الشنط الكبيره بقى. وبعدين قال لي كمان انت خيخه باين عليك. يا يعني ايه خيخه دي يا دولا؟ خيخه؟ خيخه دي كلمه ما حدش بيستعملها من زمان، هي عموما شتيمه، بس بالنسبه لك انت تبقى مدح يعني. الراجل ده استدل على عنواننا ازاي يا عادل؟ مش انت اديت له عنوان خالتي يا عادل؟ يا حبيبي يا بابي اخيرا سيلتقي الشتات. انا عايز اقول لكم يعني ان احنا وخالتي واحد يعني. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني يعني مالوش خير في اهله مالوش خير في البازار. انت ايه اللي موقفك هنا؟ اطلع البازار يلا يا رمزي. لا يا دول انا عايز احضر اللحظه التاريخيه دي يعني يا عم بقى، لحظه وصول المومياء. بعدين يا جماعه على فكره يعني من غير ما تندهش ولا تضايق ولا اي حاجه، قبل ما يطلع جدي هقول لكم بسرعه ان انا كنت فعلا كتبت العنوان بتاع خالتي، وبعدين ايه لقيت ضميري صحي وقال لي ايه يا عادل انت بتستهبل، ضميري صحي وقف لي ده جدك يلا، يعني الجذور يعني الاصاله يعني العراقه يعني الكرامه يعني ابو امك. يعني انا يعني انت يعني على بطنها تنور على صدرها تنور. اطلع من دول، انت بتعمل ده كله عشان الميراث. وفيها ايه يعني؟ انا بضرب عصفورين بحجر، حجر منهم هيجي في ان انا الم جدي وشوتات جدي من الشوارع، الحجر التاني ان شاء الله يضمن لنا حقوقنا باذن الله يعني. يا رانيا يا رانيا انت عموما بعد كده هتشكرين ان شاء الله لما تلاقي نفسك بتصيفي في فرنسا. يا دولا والنبي ابقى خدني معاك يا دولا. ها بس ابقى اقطع لي الفوزيتا يا دولا يا نقلو. ان شاء الله جدي بقى هيقطع لنا كلنا الفوزيتا.
الواد الهافه اللي اسمه عادل.